بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهديني ومشاهداتي الاعزاء والعزيزات واخواتي الصغيرين وبناتي الصغيرين في حلقه جديده من برنامج ازاي تخلي الولاد تحبك. يمكن اللي دفعني ان انا اعمل الحلقه دي النهارده مع انها قبل ميعادها في الترتيب اللي انا حاطه بفتره زمنيه طويله، يمكن المفروض الحلقه دي تيجي كمان 10 حلقات من دلوقتي، لكن نتيجه ان انا ايدي في المشاكل وبحل مشاكل البنات والولاد في علاقاتهم الشخصيه، فتاكدت بما لا يدعو مجالا من الشك ان هناك سوء تصرف وسوء تحكم في العلاقه. البنت بتتعامل مع الولد كانه بيفكر زيها، والولد بيتعامل مع البنت كانها بتفكر زيه. الحلقه دي مخصوصه للبنات بطبيعه الحال، لان انا زي ما انتوا عارفين عندي بنت ومهتم جدا بالبنات، ولكن خلي بالكوا الكلام ليكي يا جاره. لمين؟ للشباب المحترم اللي بيتفرج عليا اللي ما بيعرفش ازاي يصيع على البنت وازاي يسرق البنت من نفسها وفي الاخر يلعب بيها ويرميها يقول لها كنت بحبك لكن دلوقتي ما بحبوش، مش كده ولا ايه؟ بصوا يا بنات، اخطائكوا في العلاقه كتير، من ضمنها خطأ استخدام المفاتيح الخاطئة. كأنك بالظبط معاكي مفتاح بيتك لكن بتحاولي تفتحي بيت الجيران، مفتاح بيتك مش هيفتح على بيت الجيران، وانت تفتحي 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 وتحاولي وتتعنفي على المفتاح وتخبطي الباب في كتفك، في الاخر الباب ما بيتفتحش بل بالعكس المفتاح ممكن يتكسر جوه والباب يلك وما يفتحش معاكي خالص والعلاقة تفشل. ليه؟ لانك بتستخدمي مفتاحك الشخصي على مفتاح باب مش بتاعك. صح؟ صح. البنت بتتعامل مع الشاب على ان مفاتيحه زي مفاتيح، هي بتقول نفسها انا بحب ايه هنا؟ بحب الشيء الفلاني، اذا هو كمان اكيد بيحب الشيء الفلاني لما اعمل له الشيء ده. على سبيل المثال للحصر، انا بحب ان خطيبي يكلمني في التليفون كل ربع ساعه كل نص ساعه يقول لي صباح الخير يا منى وحشتيني يا حبيبتي. انا فعلا بحب كده يا كابتن. يبقى اكيد محمد خطيبي او حبيبي او جوزي كمان بيحب ان انا اكلمه كل ربع ساعة. تروح مسكاه وتقعد كل ربع ساعة، محمد وحشتيني ماشي، محمد ازايك ماشي، محمد انت ما بتكلمنيش ليه؟ الحق يا كابتن ده محمد مش مهتم بيا، الحق يا كابتن ده محمد ما بيحبنيش. لا، محمد مهتم بيكي ومحمد بيحبك، بس انت اللي بتكتكي على المفاتيح غلط. مجموعة من الاسئلة مهمة جدا جدا هنجاوبها بسرعة، عملوها دراسات ويجددوا هذه الدراسات. السؤال الاول، هل الرجل مفتاحه الجنس؟ ايوه، الرجل مفتاحه الجنس. ازاي يا كابتن؟ ازاي حضرتك تقول كده؟ انت مش مفتاحك الجنس، فانت بيتهيألك انه لما بيقولك بحبك يا منى مثلا، ها، يبقى هو بيتكلم معاكي من نفس الاحساس اللي انت بتتكلمي منه معاه. الرجل مفتاحه الجنس، يعني يشوفك يبدا يقارن الصوره الذهنيه، والكلام ده احنا قلناه وشرحناه قبل كده في ايه الصوره الذهنيه الجنسيه، والكلام ده احنا شرحناه قبل كده في الدليل العلمي على عدم وجود حب عند الرجال. عند مين؟ عند الرجال. طيب يعني هو بابا وماما لحد النهارده عايشين بالجنس يا كابتن؟ اقول لك لا، المفتاح مفتاحه، بصي كلمة ايه؟ مفتاحه قلبي ومفتاحه الايه؟ الجنس. يعني فتحنا الباب من باب الجنس. انا جميلة جدا بس محمد ما بيحبنيش. انت جميلة جدا بس الصورة الذهنية بتاعتك اللي موجودة في خياله لا تثير فيه التستوستيرون والدوبامين. للتفاصيل ارجعي للحلقة. طيب اتجوزنا هيفضل طول عمره مفتاحه الجنس؟ لا، من 30 ل 45 يوم فقط لا غير، وبعد كده يبدا القانون الالهي العظيم وجعلنا بينكم موده ورحمه. وبعد كده في ثلاث مفاتيح مهمين جدا بعد الجواز هنشرحهم في ميعادهم، بس هقولها لك دلوقتي. الراجل مفتاحه الجنس عشان يخش يقابلك ونمشي في الخطوبه، واثناء الخطوبه مفتاحه مش الجنس، مفتاحه الشرف، انه دايما يلاقيكي بنت شريفه عفيفه عشان يثق فيك ويديك اسمه. بعد الجواز ثلاث مفاتيح. المفتاح الاولاني الاحترام، الاحترام. والمفتاح الثاني ايه؟ الحنان. والمفتاح الثالث ايه؟ الجنس. يبقى الجنس جه في الاول قبل الجواز وجه في الاخر بعد الجواز. هل فعلا يشابه سلوكه ابيه؟ 89% من الرجاله
سلوكهم زي ابوهم، وانا شخصيا بدات اقلب على ابويا ربنا يديله الصحه. دي 89% دي الدراسات اللي اتعملت، وكل مره الدراسات بتؤكد ان ايه 89%. طب في 11%، 11% دول بيجي ان الولد بيشوف سلوك ابوه وحش فبالتالي بيغيره، وده بيغيره نتيجة ان تعامل الاب مع الام كان سيء جدا، والولد والشاب ده كان مرتبط بامه بطبيعة الحال اكتر من ابوه، فبالتالي لما كبر بدأ يكره نظام ابوه، فبالتالي بيعامل مراته باسلوب مخالف عن ذلك الذي كان يفعله ابي. يعني انا محمد يا كابتن من ال 11% التانيين، لا يا حبيبتي اوعي دايما تعتبري، اوعي تعتبري نفسك من شواذ القاعدة، يجب ان تعتبري نفسك دائما من أساسيات القاعدة، وإذا طلعت أنت من شواذ القاعدة يبقى 10/10. كيف أفعل هذا السؤال؟ وأنت قاعدة كده مع أنكل وطنط في البيت، وبتروحي تتغدي مع أنكل وطنط في البيت، شوفي أنكل بيعامل طنط في البيت إزاي، أنكل أبوه طنط مامته. هل أبوه بيحترم أمه قدام الناس؟ آه هيحترمك قدام الناس. هل أبوه بيقوم يغسل الطباق بعد الغداء؟ آه. هل أبوه بيقوم من على السفرة سلام عليكم وأبوه يغسل إيده ويقعد يولع السجارة ولا يقعد يتفرج على التلفزيون ويسيب الأم تعمل كل حاجة؟ آه هيعمل زي كده. من شابه أبيه فما ظلم، من شابه أباه فما ظلم، وبالتالي اكفل إدرة على فمها تطلع البنت لأمها. السؤال الثالث، هل يقارن أي فتاة بشخصية أمه؟ أيوة، بيقارن كل فتاة بشخصية أمه. يعني ايه؟ يعني انت وانت بتتعاملي معايا حبيبتي تروح تسألي سؤال كده، او مش تسألوش سؤال مباشر طبعا، خليك ذكية، شوفي هو بيتكلم عن امه ازاي. قدامك حل من ثلاث حلول، يا اما بيحب امه جدا، يا اما بيكره امه جدا، يا اما الحل اللي في النص، يعني بيحب فيها حاجات وبيكره فيها حاجات. لو بيحب امه جدا جدا، اقعدي مع امه والزقي جنبها وابدأي اعرفي مفردات شخصية امه ايه، بيحب ايه في امه عشان تعملي زيها، بيحب ده وده 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 وده، بيحب الاكل ده تعملي زيه، يحب اللبس ده تعملي زيه، امه بتعمل كده بعد الساعة 5 تعملي زيها، امه بتعمل كده الصبح تعملي زيها، امه بتعمل ده وما بتعملش ده. لو انت اكتشفتي من علاقتك في البداية انه بيحب امه جدا، طب ولو بيكره امه جدا جدا؟ واحد تقول ايه يا كابتن عكوك الولدين، يا حبيبتي انا بكلمش عن عكوك الولدين دلوقتي خالص، زي ما الام بتحب ابنها وزي الابن ما بيحب امه، في ناس بتكره بعضها، ده وضع طبيعي يجب ان احنا نعترف بيه. لو بيكره امه جدا وانت اكتشفتي ان كلامه عن امه سلبي او نظراته الام سلبية، ابدأي اعرفي هو بيكره ايه في امه، فالسلوكيات اللي بيكرهها في امه هيكرهها كمان فيكي، مش كده ولا ايه؟ خلي بالك ان مفتاح نجاحك في العلاقة هي امه. طيب ولو يقع موقع متوسط سهلة، هنعرف بيحب فيها ايه وبيكره فيها ايه بمنتهى البساطة، هنعمل اللي هو بيحبه ومش هنعمل اللي هو بيكرهه. السؤال اللي بعد كده، هل يرغب بان يكون القائد الوحيد في البيت؟ الإجابة بتقول 83%. سامع واحدة فيكم بتقول أصل الرجل الشرقي ده، لا يا حبيبتي مش الرجل الشرقي، الرجل الشرقي والغربي والهندي والباكستاني والإيراني والعفريتاني، وإذا كان في رجل موجود في جوه في أي فكر تاني جوه الكرة الأرضية، ها هو هو إلهكم إله واحد فخلقه خلق واحد، صح؟ هل يا جماعة عشان أثبت لكم 83% دي إحصائية جابوها الأمريكان والألمان واليابانيين والفرنسويين، العالم العربي عندنا فاشلين في البحث العلمي، الكلام اللي أنا بجيبه لحضراتكم ده ما بجيبوش من جامعة القاهرة، ما بجيبوش من جامعة حلوان، لأن هم ما عندهمش الكلام ده أساسا، مش كده ولا إيه؟ الكلام ده بيبقى من الجامعات اللي بره، من الكتب اللي بره، سواء كانت كتب، سواء كانت محاضرات أو كتب مترجمة أو كتب اللغة الإنجليزية، ما عندناش إحنا فكر إن إحنا نعمل دراسة في العلاقات. الأجانب، الأمريكان، دكتور فيل ماجرو، أوبرا وينفري لما كانت بتستعرض مثل هذه الحلقات، 19 كتاب في العلاقات اللي عندي، والسبع كتب اللي هكلمكم عنهم على شكل سين وجيم في المستقبل إن شاء الله، اللي هم بيتكلموا عن الاختلافات العقلية والجسمانية والجنسية والذهنية والإدارية بين الرجل والمرأة، واللي عن طريقهم لما نعرف المفاتيح اللي أنا جايب منها المفاتيح كمان أو مستنبط منها المفاتيح، ها؟ هنتحكم في الراجل ونتعامل معاه كويس قوي. السؤال، هل يرغب بان يكون القائد الوحيد في البيت؟ اه بيرغب بانه يكون القائد الوحيد في البيت بنسبة 83%. طيب يا كابتن مش هيديني مساحة رأي؟ اقولك لا، انت دايما تهديله الوهم ان هو القائد الوحيد في البيت، لكن في وقت
في شكل اخر او بطريقة اخرى انت بتتحكمي فيه ازاي، هعلمها لك في المستقبل. لا يا كابتن مش مصدقك، معلش بليز انا مش مصدق حضرتك. مش ربنا في القرآن يا حبيبتي بيقول الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؟ سمعت الآية دي قبل كده؟ اه سمعتها او لا ما سمعتهاش؟ لو انت ما سمعتهاش بدوري عليها، لو انت سمعتيها طب ليه ربنا بنحمده على انه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؟ علماء النفس اكدوا ان الستات تمتلك الارادة المحركة والرجال يمتلكوا الارادة المنفذة، يعني الستات هم اللي بيحركوا الرجالة. والدليل على كده الرئيس مبارك الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يغيروا قراره ويجيبوا الارض، سبحان الله عن انه يجي الارض. تمام، سوزان مبارك تحكمت في ارادة مبارك ولا لا؟ جمال مبارك تحكم في ارادة ابوه ولا لا؟ الاب نفذ الارادة بتاعت مراته وابنه ولا لا؟ اذا الرجل يرغب ان يكون القائد الوحيد في البيت بنسبة 83%، والمرأة الناجحة هي التي توهمه بانه القائد الوحيد وتقول له برافو عليك يا سيدي يا قائدي، في حين ان هي اللي بتكون القائد الفعلي للبيت. اديكوا دليل تاني، موزة بتاعت قطر عملت ايه؟ فهمت جوزها، تحكمت في كل رغباته، قادت قطر وقادت العالم العربي كله، ونحن الان نستعيد مقدرات امورنا من ايد موزة. طب هي قادته بايه؟ بثلاث حاجات اربع حاجات، من ضمنها انها كانت تعامله على انه القائد الوحيد في الحياة. السؤال اللي بعد كده، هل يخشى الرجل التعامل مع الفتاة القائد؟ اكيد بيخشى التعامل مع الفتاة القائد، لان هو بيحب يقود، فلما بيبقى باين قدامه ان البنت دي قائد وبتقود وبتتحكم وبتتأمر، بالتالي بيهرب منها بيخلع منها. بس انا جميلة جدا جدا يا كابتن وكل الرجالة بتجري وراي. بيجروا وراك يا حبيبتي لحد لما يتحسوا في ان هم تحت سيطرتك التامة، بتجيبيهم يمين ييجوا، بتجيبيهم شمال ييجوا، فبالتالي ما بيحبكيش. فاكرين فيلم بتاع احمد حلمي اللي كان اسمه لا اله الا الله، اللي هو كان قايم فيه بدور متكسر وكان حب واحدة وبعد كده حصلت له حادثة، وبعد لما حصلت له حادثة فقد الذاكرة فحب واحدة تانية وجاب شخصيتين عكس بعض. الاولانية كانت قائد جدا 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 جدا، هو كان حابب الشخصية القائد لكن ما كانش حابب ان هي بتقوده، يبقى هو بيحب التعامل مع الشخصية القائد التي تقود ولكن بعيد عنه. طيب والبنت الاسكى هي التي تقوده بدون ان تقوله ان انا بقودك، بتقوده من بعيد لبعيد، هي اللي بتحركه وتقوله برافو عليك يا حبيبي لولاك يا نهار اسود ده احنا كنا نروح في داهية، هي اللي تقول له اشتري الشيء الفلاني بطريقة محددة هعلمها لكم بعدين، ولما يشتري تقول له يا حبيبي لولا قرارك بشراء الشيء الفلاني ده كان زماننا في خبر ان كان. طيب والبنت التابعة بيحبها جدا 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 في الاول، وبعد كده بعد الجواز بتبدأ تبقى خانقة عليه. احد الطيارين المساعدين كان معايا من سنين طويلة، وكان معاه خطيبته على الطيارة، وكنت بحلل شخصياتهم من الفراسة، فقلت له خلي بالك ان دي بنت قائد، فقال لي انا بحب جدا جدا يا كابتن البنت التابعة. قلت له خلي بالك ان دي بنت قائد وبنت كويسة وتصلح ان تكون زوجة لطيار او زوجة لضابط مخابرات او زوجة لبحار او زوجة لضابط امن دولة او زوجة لطبيب بيسافر كتير. قال لي انا بحب البنت التابعة، احبها جد تيجي يمين، احب تيجي يمين، او لا تيجي شمال تيجي شمال. يا ابني الكلام ده ما ينفعكش في حياتك يا ابني، اسمع الكلام، الحياة مشاركة. لا 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 لا, لا. يا ابني القفة شروه ودنين فيها ودنين، لا 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 الكلام ده ما ينفعنيش يا كابتن. بعد فتره فسخ الخطوبه واتجوز واحده تانية، يجيبها يمين تيجي، يجيبها شمال تيجي. وبعد كده لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي بعد ما اتجوزت وخلفت، خاصه بعد ما خلفت، حاسس ان مراتي بقت عبء عليا، ما بتعرفش تروح يمين الا لما اقول لها، ولا تروح شمال الا لما اقول لها، بتبقى مصيبه يا كابتن، بخاف اروح رحلات طويله زي الصين زي اليابان 5 ايام 10 ايام لحسن تحصل مصيبه في البيت. يا كابتن ده لو الحنفيه اتكسرت هتفضل سايبه الميه ترخ ترخ من الحنفيه لحد ايه؟ لحد لما نرجع لها تاني. ما كنا بنقول في الاول، ما هي مفاتيح شخصية الرجل؟ اعتقد ان انا
طولت عليكم في هذه الحلقة، وحتى لا أكون ممل والحلقة تطول أكتر من اللازم، اسمحوا لي إن أنا أستعرض معاكم مفاتيح شخصية الراجل في الحلقة القادمة. يعني انت شوقتنا وسبتنا، اقولك لا، بس مش عايز اطول الحلقة اكتر من كده، وان شاء الله هطلع الحلقة التانية قريب جدا. بس قبل ما سيبكو واقول لكم سعدت بكم على امل اني اكون قد اسعدتكم، احب اقولك خليكي فاكرة معايا كويس قوي 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 احنا وقفنا فين. المثل بتاع احمد ومنى، يا كابتن انا بكلمه كل شوية كل شوية في التليفون، ولما بكلمه في التليفون ما بيردش عليا، ولما بكلمه كل نص ساعة كل ساعة بتوقع منه يا كابتن انه يكلمني لكنه ما بيكلمنيش. هو ما بيحبنيش ولا ايه؟ اقولك لا، بيحبك او مرتبط بيكي، ولكن انت داخلة في المفتاح الغلط. يا ترى ايه هو المفتاح الصح؟ الرجل هو احادي التفكير، شيء واحد فقط لن يتصل بك في العمل. طب قولي، اقولك لا، خليها الحلقة القادمة. سعدت بكم على امل اني اكون قد اسعدتكم، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم قناة عمرو جران على اليوتيوب، برنامج ازاي تخلي الولاد تحبك.